خلاص أنا كبرت وبظل عانس، ولحد الحين ما جاني نصيب ولا ألبس ثوب الفرح. وانا عمري كله راح وما اقدر اتزوج لان المهر غالي، وراح اشيل فكرة الزواج من بنت بلادي واروح اتزوج من برا البلاد احسن لي. اهلي ما طلبوا منك حاجة غير بيت ومهر 10,000 وقاعة وبوفيه وهدايا وشهر عسل. هذه هي المشكلة، المهر مبلغ خيالي ومبالغ فيه كثير، وبظل طول عمري ادفع للبنك وبنعيش انا وانت في ديون. يعني ايش انا ما استاهل هذا المهر؟ تريدني اكون اقل منهن وبنات العائله يضحكن علي، وبعد اني ما اسوي في القاعه؟ بصراحه هذه طلبات اهلي ما اقدر اعرضها. ما قلت ما تستاهلي، انت تستاهلك الخير وبنات بلادي يستاهلن، ولكن كل واحد واستطاعته، ومن غير كذا صارت لنا عادات دخيلة في الملكات، مراقل العيش وزيادة في الذهب وزيادة في المصاريف. وبأمانة أنا أعذر الشخص اللي يصرف النظر عن الزواج ويشوف لو بنت الحلال مرة على البلاد. هذا أنتم تدوروا سبب علشان تتزوجوا من الخارج. يا بنت الحلال لا ندور سبب ولا هم يحزنون، أقلهن مهرا أكثرهن بركة، وبصراحة اللي عندك ماشي بس، لكن اللي مثل حالتي ما عنده ولا بيسة وتوبادي حياته ويبدأ بديون نهجيلة ما يصرف. زين وش الحل؟ أيوة قلتيها، إيش الحل؟ هذه بعض المشاكل اللي يواجهها شبابنا، مشاكل الحل جدا بسيط. بغيتوا الحل؟ ايش هو الحل؟ الحل موجود عندكم انتم اباء وامهات، قدروا تسهلوا الامور. نحن سمعنا المشكله والمشكله واضحه، اذا نريد نسمع منكم انتم الحل.